لتسليط الضوء أكثر مشاهدينا الكرام على انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن في ظل اتهامات بنهب المساعدات الإنسانية المرسلة للمدنيين من المحاصرين والنازحين، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي اليمني الأستاذ توفيق حميدي. أستاذ توفيق مرحبا بك. اتهامات من السيناتور الأمريكي جيم ريش لميليشيا الحوثي بالاستيلاء على مساعدات لأطفال مدارس اليمن، هل ترى أن هذه هي السابقة الأولى للميليشيات أم كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟ مساء الخير وخواتم مباركة لك ولجميع مشاهدي قناتكم. في حقيقة الأمر هذه ليس الاتهام الأول وليست السابقة الأولى. هنالك اتهامات صادرة من جهات أممية معنية بهذا الأمر، من ضمنها برنامج الغذاء العالمي، الشؤون الإنسانية، ونتذكر تقارير كثيرة من ضمنها تقرير Human Rights Watch بعنوان عواقب وخيمة، والذي تحدث بكل وضوح عن استغلال الحوثي للمساعدة الإنسانية وإعاقة تدفقها بسهولة ويسر إلى مستحقيها في اليمن. وأيضا كان هنالك الشهادة الأخيرة التي أدرت بها الهندي منسقة الشؤون الإنسانية السابقة في اليمن أمام أحد أعضاء أو أحد لجان الكونغرس الأمريكية، وتحدثت ربما لأول مرة عن تفاصيل استغلال جماعة الحوثي لنفوذها في مناطق سيطرتها من أجل الاستيلاء على هذه المساعدات، بل وتوجيه عمل الكثير من المنظمات. وهذا أيضا ثابت في تقارير خاصة بالأمم المتحدة أو فرق التحقيق التابعة لمجلس الأمن في الشأن اليمني. ما الآلية التي تعتمدها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في إيصال هذه المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي؟ هي تعتمد على آلية التنسيق مع جماعة الحوثي. أمس كان هنالك تقرير صادر عن أحد المواقع اليمنية وتحدث عن كيفية جماعة الحوثي اليوم أصبحت هي التي تشرف بصورة مباشرة على هذه المساعدات، في حين في السابق كانت هذه المساعدات والأموال تحول بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. هنالك جهاز خاص أنشئ لهذا الأمر من قبل جماعة الحوثي. يعني هذه الجهات أستاذ توفيق، هل ترى أنها كفيلة بمنع أي عمليات نهب وسلب لهذه المساعدات؟ يعني ينبغي أن تصل هذه المساعدات إلى المدنيين. لا لا لا، هنالك توثيقات كبيرة جدا، والمنظمة هذه تحاول أن تعمل وفق شروط جماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي بالنهاية هي واضحة في تعاملها مع المجتمع الدولي. إما هذه المنظمات تعمل معنا من صنعاء وفق شروطنا وآلياتنا والتنسيق معنا أو لا تعمل، يعني هكذا بكل باختصار. ولذلك حتى منسقة الشؤون الإنسانية التي أدلت بمعلومات أو شهادات أمام أحد لجان الكونغرس لم تتحدث عن هذه المعلومات، في حين كانت على رأس عملها في صنعاء، مما يبين أن هنالك ضغوط حقيقية تمارسها جماعة الحوثي على كل ما يمكن أن يعمل مع تحت سيطرتها وتحت وفي مناطق السيطرة. طيب كيف تصف عمليات نهب ميليشيا الحوثي للمساعدات التي حصلت من قبل؟ السرقة متعمدة، وهذا اللفظ ليس جديدا، بل تحدث عنه حتى منظم برنامج الغذاء العالمي في أحد بياناته في بداية عام 2019 في إبان التصادم مع جماعة الحوثي. هنالك تقارير صحفية تحدثت عن غذاء تابع للأمم المتحدة في الأسواق وفي الأسواق السوداء. هنالك كان صور لسيارات إسعاف من اليونيسف موجودة في جبهات القتال. الأمر أصبح موضوحا، بل أنه هنالك ناشطين يمنيين قاموا بحملة أين الفلوس يطالبون بالشفافية من قبل المنظمات، أين صرفت هذه الأموال، خاصة بعد أن تسربت وثائق ومستندات تتحدث عن عبث واضح بالمساعدات وذهابها ربما إلى منظمات لا علاقة لها بالعمل الإنساني مطلقا. طيب الآن في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون وفي ظل انتشار جائحة كورونا، ما الواجب الآن على مجلس الأمن، ما الواجب على المجتمع الدولي لإنقاذ اليمنيين المحاصرين من جائحة كورونا وإنقاذ حياتهم؟
نحن قلنا بكل وضوح، قلنا كان المفترض على إدارة الرئيس بايدن قبل أن ترفع جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية العالمية أن تضغط في اتجاه خلق آلية عمل جديدة للمساعدة الإنسانية، لأنه واضح أن الآلية السابقة آلية معطوبة، بل آلية تساعد على النهب وعلى السرقة وعلى التهرب وعدم إيصال مساعدات إلى مستحقيها من المواطنين. اليوم المجتمع الدولي إذا كان جاهد في تخفيف معاناة اليمنيين، أنا باعتقادي اليوم هو مطالب بخلق آلية مستقلة عن كل الأطراف، نحن نقول حتى بكل الأطراف، وبالشراكة مع منظمات يمنية، ويكون هنالك شفافية واضحة في هذه المساعدة، لأنه في النهاية جماعة الحوثي أو غيرها من الأطراف هي محتاجة لهذه المساعدة، ولا يمكن أن تكابر كثيرا في هذا الخصوص. وبالتالي يمكن المجتمع الدولي أن يكون واضحا وشفافا ويكشف العراقيل ويرفع التقارير ويتحرك مجلس الأمن في فرض عقوبات معينة على أشخاص أو هيئات أو مؤسسات في أي جهة تعيق إيصال المساعدة. أعتقد أن الأطراف بالفعل ستيسر وصول المساعدات، لأنه كما قلنا لكم في ظل الوضع الاقتصادي اليمني هم محتاجين أن تصل هذه المساعدات على الأقل لتخفيف من معاناة الناس التي عجزوا عن القيام بها. نشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من فيينا الناشط الحقوقي اليمني الأستاذ توفيق حميدي، شكرا جزيلا لك.